جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بأنه نذر أن يصوم الخميس ولكن لم أصم، هل عليه شيء وما حكم كثرة النذور؟ يقضي هذا اليوم الذي نذر أن يصومه ولم يصومه، يقضيه، ولا ينبغي النذر، يعني يكره الدخول فيه لأنه إحراج للإنسان، ولكن إذا دخل فيه وهو نذر طاعة وجب عليه الوفاء، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم.